موجز لهم واخر الانباء، اهلا بكم. افادت مصادر من مدينه درنا بتواصل الاشتباكات المسلحه في احياء الساحل الشرقي والميناء وشارع البحر. وقال مسؤول الملف الامني العميد يحيى الاسطى عمر ان ميليشيات الكرامه تتمركز في حي 400 بالساحل الشرقي، مشيرا الى انسحاب المدرعات والاليات من حي الساحل مع بقاء عناصر من ميليشيات الكرامه والامن الداخلي السابق داخل الاحياء. واكد الاسطى عمر استمرار سيطرتهم على باقي احياء وسط المدينه بالاضافه الى احياء شيحه الغربيه والشرقيه وحي السلام غربي المدينه. نظم العشرات من الجالية العربية والليبية بمدينة اسطنبول التركية نظموا وقفة احتجاجية أمام القنصلية الفرنسية تنديدا بالعمليات العسكرية على مدينة درنا. ورفع المتظاهرون شعارات تستنكر الدعم الفرنسي لميليشيات الكرامة عسكريا وسياسيا، مناشدين الجهات المسؤولة في ليبيا للتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفك الحصار عن المدينة، معتبرين أن استمرار الحصار يعد جريمة ضد الإنسانية. قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تدهور الأزمة في مدينة درنا أدى إلى نقص حاد في المستلزمات الضرورية والمواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الأدوية. ودعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو الثلاثاء إلى وقف العمليات القتالية لأغراض إنسانية بهدف السماح بدخول سلع الإنسانية المنقذة للحياة إلى المدينة وإتاحة الفرصة للأهالي لتخزين المؤن. أعلن عضو المجلس الرئاسي بالحكومة المقترحة فتح المجبري الثلاثاء عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي جرى الاتفاق عليها مع مصرف ليبيا المركزي. وتشمل الإصلاحات التي أعلن عليها المجبري في المؤتمر الصحفي الذي عقده رفقة محافظ المصرف المركزي وعدد من أعضاء البرلمان المنحل والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا. تشمل زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء. بارك مجلس حكماء وعيان تجورات توقيع ميثاق الصلح بين طورغاء ومصراته، معتبرا أن هذه الخطوة مبادرة خيرا ستعم كافة البلاد. ودعا المجلس في بيان له كل الليبيين لدعم مسار التصالح وعدم السماع للمخذلين وسد مداخل الخلاف إلى قيام دولة، موضحا أن المصالحة الوطنية وأنهاء الانقسام السياسي وإعادة الوحدة الوطنية ووضع ضوابط تكفل استمرارها تصبح واجبا شرعيا غايته الإنصاف وتحقيق العدل بحسب البيان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.